سأكون متفاجئ إذا لم يتم تجديد تعاقدي، وقتها سأقول للمدرب الذي سيأتي بعدي: صديقي، لا أعلم ماذا يجب أن تفوز لتجدد تعاقدك. كلمات موسيماني في حواره المسجل اليوم كانت صادقة ومنطقية. صحيح قال انه مؤمن وواثق من تجديد تعاقده مع الاهلي، بس برضه حط علامات تعجب لو ده ما حصلش. هو الاكيد واللي قلناه لكم في رقم 10 من كام يوم ان الاهلي خلاص وصل لاتفاق مرضي مع موسيماني، والمدرب هيجدد عقده لحد 2024. بس السؤال هو ازاي اصلا يطرح فكرة عدم التجديد لموسيماني؟ ازاي هو اصلا يشك مع كل النجاحات دي؟ مفيش شك ان الاهلي ما فكرش لحظه في رحيل موسيماني، الا لو كان هو اللي فكر في لحظه انه يمشي. عموما علاقه الاهلي مع موسيماني ممتده والنجاحات غالبا مستمره.